السلام عليكم. في إطار الأهداف السامية التي تسعى إليها مؤسسة لالة حسنة للبيئة تحت عنوان كوكبنا يختنق لنبادر، قررنا أن نسلط الضوء على مشكل بيئي من بين المشاكل البيئية المنتشرة في مدينة قرسيف، ألا وهو مشكل تدبير النفايات وتدويرها. ومن أجل إيجاد حلول لهذا المشكل قررنا أن نتواصل مع السيد محمد الحيوي رئيس مصلحة المستودع الجماعي، الذي زودنا بمجموعة من المعلومات التالية. السلام عليكم سيد محمد الحيوي رئيس مصلحة المستودع الجماعي، نود أن نسألكم بعض الأسئلة بخصوص تدبير النفايات بمدينة قرسيف. فبدءا ببدء السؤال الأول، نود أن تطلعنا على ما معنى تدبير النفايات وكيف تتم هذه العملية في مدينة قرسيف. بالنسبة للعملية ديال تدبير النفايات، هي جميع المراحل التي تمر بها النفايات من مرحلة الجمع إلى مرحلة التخلص منها، سواء يتعلق الأمر بفرز أو تدوير يعني تثمين أو كذلك معالجة أو طمع إلى غير ذلك. بالنسبة للجماعة ديال قرسيف، فتقتصر العملية على عملية الجمع ثم عملية النقل إلى المطرح قصد الطمر. نود أن ندرك يعني التكلفة المادية التي تحتاجون إليها من أجل تسير هذا القطاع. بالنسبة للتكلفة المادية، سواء بالنسبة ليد العاملة بأن الأثمنة ثمن الأجر ديالهم واضح والعدد ديالهم حتى 120، بالنسبة للتكلفة ديال الكاربيرون بالنسبة كترتفع حتى 300 مليون قريبة، وبالنسبة للبياس دو روشونج والبنوماتيك كتجاوز 100 مليون سنويا. نعم، نود أن نطلع على المشاكل التي يمكن إيجادها في هذا القطاع والحلول المقترحة يعني من أجل الحد من تلك المشاكل. بالنسبة للمشاكل، سواء بالنسبة للمستودع، سواء كتعلق بالآليات، لأن هناك بعض الآليات التي ترسانها تقادمت، وهناك مشاكل تتعلق بالمواطنين والذين لا يستوعبون ما معنى الحفاظ على البيئة، وتراهم يقومون برمي النفايات بطريقة عشوائية دون مبالاة وغير ذلك. وما هي الحلول المقترحة للحد من هذه المشاكل؟ أولا، تجديد الترسانة التي نشتغل بها من ناحية ديال الترسانة ديال الآليات، وكذلك من ناحية المواطنين توعية وتحسيس وقيام بعملية فرز في المنازل لتسهيل عمليات النقل لهذه النفايات. شكرا لكم. لا، شكرا. وختاما لكل ما تناولناه، نطلب من المواطن بصفته مسؤول أن يقوم بعملية فرز النفايات من المنازل، ونطلب كذلك من الجهات المسؤولة أن تشكل جميع الإمكانيات من أجل تسهيل هذه العملية على المواطن، وذلك بتشكيل حاويات متفرعة. وشكرا.